اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمن يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند يا رسول الله يا وجيها، اشفع لنا يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند يا أمير المؤمنين يا وجيها. Everybody اشفع لنا يا فاطمة الزهراء يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا. You're in her majlis, call her يا مولاتي يا وجيهة. يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجة
صلاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا كريم أهل البيت يا وجيها يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا شهيد كربلاء يا وجيها يا أبا محمد يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا مريض كربلاء يا وجيها يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا مولاي everybody يا وجيها يا أبا عبد الله يا جعفر ابن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا
واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهاً عند الله اشفع لنا يا مظلوم البقيع يا وجيهاً يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا باب الحوائج يا وجيها يا أبا الحسن يا الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهاً عند الله اشفع لنا يا غريب الغرباء يا وجيهاً يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهاً عند الله اشفع لنا يا جواد الأئمة يا وجيهاً يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا
ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا غريب سامراء يا وجيها يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا سيدي ومولاي يا وجيها يا وصي الحسن والخلف الحجام أيها القائم المنتظر المهدي يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان سيدي الغوث 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 أدركنا 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 الساعة 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 العجل 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 Oh my master يا ابن رسول الله Here we are in the majlis of your grandmother Fatima سلام الله عليها Calling you Shedding our tears for your mother Fatima, Salamullahi alayha. And all that we need of you is to bless our majlis with your presence, Ya Mawlai. And to accept us all to be among your sincere Shia and followers, Ya Mawlai. And grant us your shafa'a in dunya, in the qabr, in the akhirah. Ya ibn Rasulillah, ya hujjat Allah ala khalqih, ya sayyidana wa maulana, inna tawajjanna. واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجة
صلاتنا everybody يا وجيها عند الله اشفع لنا عند يا صاحب الزمان يا وجيها عند call him اشفع لنا عند مولاي again يا وجيها اشفع لنا عند الله حاجات اطلبوا حوائجكم من الله ask your needs يا سادتي ومواليه إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالمين من الأولين والآخرين آمين رب العالمين